محمد الاول وصور كم المسافه كم كيلو هذا 52 كيلو متر كم عدد المناطق او القرى المستفيده او ثلاث محافظات في مور داخلها مش عزال ثلاث محافظات انت عندك محافظه تمار وبعدين محافظه اب في العدين وفي في مديريه العدين ومديريه القف وبعدين معك محافظه الحديده في جبر هذول ثلاث محافظات طبعا الخط الاكبر هو في محافظه دمار يعني تقريبا اكثر من 25 كيلو يمر في محافظه دمار محافظه دمار في يمر في عزال يعني عشرات العزال فما بالك بالقرى يعني موجوده حتى في الرسائل اللي بيجيها الاستاذ محمد يعني يمكن اكثر من 200 قريه اللي بيمر عليها خط فهو خط مهم جدا نصرح الله خير تفضل لا هنا لا اكتب تفضل حياكم الله ومرحبا بكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد نحن في زياره لمديريه وصابين وهذه هي الزياره الثانيه لهذا المشروع مشروع طريق جبل مطحن وطبعا محافظه دمار ومن مديريه وصاب كانت السباقه فيما يتعلق بالمشاريع القائمة على أساس تعاون المجتمع أو ما يسمى بالمبادرات المجتمعية ومديرية وصاب هي الأولى في هذا الجانب وقد استفادت من بقية المحافظات حيث بدأوا في عمل المبادرات وبالتالي نحن نتقدم بالشكر الجزيل لأبناء مديريتي وصاب لأنهم كانوا السباقين لمثل هذه المشاريع وطبعا سبقوا بقية المديريات لأنهم كانوا محرومين من الكثير من المشاريع وأيضا بسبب طبيعة صعوبة الجغرافيا هذه التحديات كانت هي السبب التي دفعتهم للقيام مثل هذه المشاريع وهذا الشيء ليس جديد عليهم عندما مرينا من الطرق وجدنا أن مديرية يصاب تقريبا هي مناطق جبلية والناس يعتمدون بناء المدرجات فبالتالي أولئك الأجداد الذين بنوا مثل هذه المدرجات ما كان عليهم صعب أنهم يبدوا يعملوا مشاريع مجتمعية ومبادرات مجتمعية لإصلاح الطرق فهذا الشيء ليس غريب عليهم نأمل أنهم يستمروا في هذا المجال وإن شاء الله كما تحقق النصر وتمكنت اليمن من استعادة ثرواتها النفطية والغازية فستكون الدولة حاضرة لاستكمال ما بدأ المواطنين وأيضا سيستمر التعاون بين الدولة وبين المواطنين لكن الدولة ستكون أقدر مما هي عليه الآن كل الشكر والتقدير لأبناء مديريتي وصاب ولنا الشرف في هذه الزيارة والسلام عليكم ورحمة الله هذا في الفيسبوك كله لا شوف مصوره اكلم طيب استاذ محمد وانت كلها الطريق عندنا مصلح 14 والجهه الثانيه جهه وادي زبيد خليها 16 متر على اساس يكون معك 7 متر والباقي اكتاف الاكتاف طبعا في الطرق اليمنيه المواصفات اليمنيه ما بيصلحوش اكتاف هو يصلح اكتاف في عمان في السعوديه في الخليج في كذا طبعا الاكتاف على اساس انه ايش الخط رايح شغال لو تعطلت السياره تكون ايش مجنبه فوق الكتف بعيد يعني بعيد عن ايش؟ عن جسم الطريق اللي هو السبعه المتر طبعا نمشي شويه وركبنا لانه شمس هل من كلمة تقول الآن؟ هذه المناسبة؟ أنا سعداء نلتقي بكم بأبناء وصاب وحياكم الله
فرصة سعيدة بالمقابلة. ان شاء الله زيارة السابقة زيارة استكشاف، هذه الزيارة بإذن الله يعني زيارة تقديم جيل المشروع. اكيد اكيد احنا بانتظار المحافظة من زمنه. يلا يلا نوجه كلمة إلى أبناء وصاحب. هذا بلتقي إحنا وياهم بال. أيوه. خلاص بنوجه لهم. خلاص. يصير له تعلم الفتح. البلبل. شيخ الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته من قرية النبا. هنا وصل المحافظ ما شاء الله تبارك الله الأخ محمد البخيتي والشيخ منصور المطحني والشيخ نجيب المطحني وعدد كبير من زوار وصاب والمرافقين ما شاء الله كثيرين. أهلا وسهلا بالمحافظ في قرية النبا. الشيخ محمد البخيتي أهلا وسهلا. الشيخ منصور أهو. يلا الشباب اهلا وسهلا. محمد كلمتين بس، راي المحافظ في ايش؟ في الجدار. حياكم الله في قريه النبا. طبعا هذا الجدار على نفقه الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز النوبة حفظه الله على نفقه هذه. نعم هذا الجدار عمل ساند. نعم نعم هذا على نفقته الخاصه ومغترب السعوديه. الله يبارك فيك. هذا مثال للمواطن الصالح. ماذا ندعو البقية؟ طيب البقية البقية رغم انه بالخارج يعني البقية من التجار اللي يحضروا حضور الناس. البقية من التجار اين هم؟ ايوه جدار جدار. هذا هو وليد مشروع طريق. المشروع هذا ايوه وليد طريق يحضر جبل مطحن 500 متر. طبعا قد تفرعت عدة مشاريع ولولا هذا المشروع الام لما وصلنا الى ما وصلنا. لا نقدم الشكر الجزيل اول نرحب الشيخ محمد البخيتي محافظ محافظة دمشق والاخ الشيخ منصور والله كل مراد بالله وجميع اخواننا حياكم الله. انا يا سنان حيا الله. حاضرك يا عم محمد. ما شاء الله ما شاء الله وفود كبير. ما شاء الله يا وصاب افخر يا وصاب افخر يا وصاب. ما شاء الله تبارك الله وفود اللهم كبيرة إلى هذا الجدار العظيم جدار المرحوم عبد الله سنان فاطمة حي عباس. هنيئا للشيخ منصور هنيئا هذا الإنجاز العظيم ما شاء الله تبارك الله. المحافظ ووزراء مليان وتجار رجال مال والاعمال في عقبه المرحوم عبد الله سنان وفاطمه العباس. ما شاء الله تبارك الله.